اهلا بكم من جديد اعزائنا المشاهدين في برنامجنا مفاتيح السعاده. عايزين معانا النهارده مداخله، هنكلم استاذنا الاعلامي الكبير دكتور محمود بكري. هنكلمه في عده نقاط. هو طبعا صديق واخ كبير، وهو من الناس اللي وقفت معايا ودعمتني كتير، فهنكلمه كمان في حاجات كتير تخص المستشفيات بدوره كعضو مجلس شيوخ، ونشوف ايه حلها معاه. عايز ارحب بضيوفنا تاني، استاذ عمرو ابو ساده ويدنج بلينر، استاذ رضا سمير مدير تنفيذي في محل بوكيمي. هم طبعا معانا لنهايه الحلقه، بس الاول نعمل المداخله دي مع استاذ محمود بكري. معانا يا جماعه؟ ايوه معاك يا استاذ محمد. دكتور محمود ازاي حضرتك؟ اهلا بيك، مساء الخير عليك وعلى الساده المستمعين والمشاهدين ولضيوفك الكرام. ربنا يخليك يا فندم، حضرتك منورنا كتير، و كنا بنتكلم في موضوع الكورونا اللي حضرتك يعني عانيت معايا. بشكر حضرتك كتير على الهوا ان حضرتك وقفت جنبي ودعمتني وساندتني. عايزين بس احنا بنتكلم في موضوع الصداقه، ده الموضوع الاساسي بتاع برنامجنا دكتور محمود، الصداقه ودورها في الدعم عموما، وخاصه في موضوع الكورونا، لان انا كنت في الرعايه زي ما حضرتك عارف، وكنت وصلت لحالة نفسية صعبة جدا، ودخلت في دور اكتئاب، وكنت خلاص يعني استسلمت. طبعا كلنا بنستسلم لقضاء الله، بس كنت استسلمت ان انا خلاص هموت، لولا يعني دعم حضرتك كصديق واخ كبير، ودعم باقي الاصدقاء الكتير جدا اللي مش عارف اشكرهم ازاي، ولو نسيت اسم يعني سامحوني، لان انا ذكرت بعض الاسماء. ايه رأي حضرتك في موضوع دعم الصداقة عموما في الحياة دكتور محمود، بما ان حضرتك اعلامي كبير، وادينا خبرتك بقى في دور الصداقة. خير عليك استاذ محمد، اولا الحمد لله على سلامتك، وربنا يسلمك من كل سوء ومن يا رب كل شر، يخليك يا دكتور، ويديم عليك موفور الصحة دايما يا رب. ربنا يخليك يا دكتور محمود، أبناء مصر فضل لله ولحضرتك يعني، ربنا يخليك ويبارك فيك. لا انا ما قمت غير بواجبي كاتجاه وإذا اخ وصديق محل احترامي وتقديري يا فندم، سواء حضرتك او الراحل والدك العزيز المرحوم مصطفى سلطان، يا رب يخليك. الكلام عن الصداقه هو هام في الازمات، تحديدا الصديق الصحيح هو من يظهر في الازمات، الصديق الصحيح هو من يقف الى جانب من يتعرض لمحنة، من يتعرض لأزمة. وأعتقد صحيح أن مجتمعنا حصل فيه تطورات كبيرة جدا منذ عقود من الزمن حتى اليوم. مفهوم الصداقة اختلف عند ناس كتير، خلينا نتكلم بصراحة وبوضوح. مفهوم الصداقة في القدم كان هو الصداقة الحق الكاملة، الصداقة اللي بتقوم على الأسس وعلى المبادئ، على الأخلاق وعلى القيم وعلى الرقي أيضا في التعامل بمفهوم الصداقة. لا ننكر، لا أنا ولا أنت ولا متابعينا من السادة المشاهدين ولا من ضيوفك ولا من المجتمع ككل، أن هناك تحولات كبرى جرفت الكثير من القيم التي كنا نؤمن بها وكان يؤمن بها جيلنا لمفهوم الصداقة. صداقة في بعض جوانبها اليوم تقوم على المصلحة، تقوم على الأنانية، تقوم على العلاقة المرتبطة بشيء خاص بين بعض البشر، لكن الصداقة المجردة أنا شايف أنها تراجعت إلى حد كبير، ما عدا من رحم ربك، لأن طبيعة الأشياء سنن الحياة دائما موجودة، فيها الصالح والطالح، فيها الخير والشر، فيها الكويس والوحش، ولكن إحنا بنتعامل مع المفهوم العام اللي بيبقى ظاهر على سطح المجتمع، وطبعا بلا شك أن ده له أسبابه، ما يعني المسألة لم تأتي منبتة الصلة بواقع يجرفنا ونتعامل معه كل يوم. السوشيال ميديا وتأثيرها في سلوك البشر، الإعلام الاستهلاكي ودوره السلبي، الحداثة أثرت يا دكتور محمود في الموضوع برضو، طبعاً الحداثة طبعاً والسوشيال ميديا والعولمة أثرت تأثير كبير جدا، مع غياب
المفهوم اللي بيربط القيم، يعني غير مفهوم دور الأسرة، دور المدرسة، دور الجامعة، دور المجتمع المدني. كل هذه المؤسسات لم تعد تمارس نفس الدور اللي كانت بتمارسه منذ عقود من الزمن لبناء شخصية وصقل رؤية واضحة ومحددة بين الناس، بحيث يبقى المفهوم الدارج لعلاقة الصداقة هو المفهوم المرتكز إلى المروءة والشهامة كما كنا نراها منذ زمن. أما تمام. اليوم الصداقة موجودة ما أقدرش أنفيها، علاقتها قائمة ما أقدرش أنفيها، لكنها ليست بالمستوى اللي إحنا كنا بنعيشه من زمان. عقود من الزمن، وكان له تجليات واضحة في ربط وصهر أواصر المودة بين الأصدقاء. هل ده دور البيت يا دكتور محمود ودور التعليم ده دور المجتمع ودور كله، المجتمع المجتمع ودور كله. الثقافة؟ أنا دائما بقول إنه المجتمع بتضافره بانصهار علاقاته في بوتقة واحدة يمكن أن نجد من خلاله مستخرجات قادرة على إعادة رسم الشخصية المصرية. ويمكن أنا بذكر بما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ نحو العامين حين طرح مفهوم بناء الإنسان. فعلا هو مفهوم صحيح وشعار صحيح تماما، لأنه ما لم تبني الإنسان لن تبني مجتمع، ما لم تبني الإنسان لن تبني مستقبل لهذا الوطن. وبالتالي تضافر البيت مع المدرسة مع الأكاديمية مع المجتمع المدني مع الأزهر مع الكنيسة مع وزارة الثقافة مع المجلس الأعلى للثقافة مع هيئة قصور الثقافة مع كل المؤسسات التربوية مع وزارة الشباب والرياضة مع مراكز الشباب مع الأندية، كل المؤسسات المجتمع المدني، تضافر جهودها هو الذي يخلق لنا كيانا جديدا يعيد صياغة بناء المجتمع من الإنسان جديد. بالشكل الذي يجعل العلاقة هي علاقة ود ومحبة واحترام وثبات على المبادئ مهما تعرض صديقك لأزمات يجب أن تكون إلى جانبه. تمام يا فندم، انا بستغل طبعا، انت عارف احنا تلامذتك، بستغل وجودك معايا، وعندي ثلاث اسئله في الجانب في الشق السياسي بقى. حضرتك عضو مجلس شيوخ، طبعا انا مش هقول على اللي انت بتعمله لان اعمالك سابقاك كتير، انت لا تتوانى وما بتنتظرش سؤال من حد، انت بتعمل من نفسك لما بتلاقي دايرتك، او حتى مش دايرتك، لما بتلاقي منطقة محتاجة خدمة معينة، حضرتك بتبادر قبل ما حتى الناس تسأل، حضرتك بتروح وبتقف مع الناس وبتعمل الخدمات اللي حتى مش مطلوبة منك. فهستأذنك، احنا تلامذتك بقى، فهستغلك معايا شوية. انا طبعا انا عشت التجربة القاسية دي بتاعت الكورونا، فانا شفت يا دكتور محمود ان المستشفيات، مش مستشفيات وزارة الصحة، مش مستعدة استعداد كامل. دي حاجة. الحاجة التانية، مفيش أسرة تستوعب الكم الهائل اللي أنا شفته بعناية من مرضى هذا المرض اللعين. فأنا لو استأذن حضرتك نطلق مبادرة إن احنا ندخل المستشفيات الخاصة ولو بعدد بسيط من السراير، ومثلا حجرتين رعاية أو حاجة، وده ممكن الدولة تدعمهم بالعلاج اللي هو تابع لوزارة الصحة، وفي نفس الوقت ممكن تخصم من ضرائبهم، لأن طبعا تكلفة مريض الكورونا في أي مستشفى خاصة بيصل اليوم إلى 16,000 لما فوق. فإيه رأي حضرتك في الفكرة والمبادرة دي لو حضرتك؟ كلام مهم يا استاذ محمد جدا. الصوت يا جماعة لو سمحت. نجد تراث قديم منذ عيدة ونحن في أزمة بسبب عدم توافر الموارد الكاملة لمواجهة الاحتياجات الضرورية لعلاج المستشفيات أو توفير طبية مناسبة. هذا لا، وده وضع طبعا في خلال الكورونا اللي احنا نمر بمارس 20 حتى اليوم، واضح تأثير
الو، لكن كبيرة المبادرة كلها أدعم طبعا فعل. انا مش سامع، نوع من المساعدة. انا مش سامع يا فندم حاجة. المستشفيات الخاصة بقول محتاجين إنها تكون عندها مبادرة تمام يا فندم، تقدم نوع من الدعم والمساعدة، مساعدة الدولة والمجتمع في مواجهة مثل هذه الأوبئة. تمام. وأعتقد إن لو وفرت نسبة من أسرتها أو غرفها لصالح المواطن البسيط، مش معقول واحد بيروح مستشفى خاص يلاقي 16 و18 و20 ألف جنيه في اه يا اليوم، فندم، 14 يوم، شوف هيكلف حدود نص مليون جنيه غير المصروفات الأخرى. طب من فين الناس تجيب مثل هذه الأموال؟ أنا أعتقد المجتمع لما بيكون بيمر بأزمات، وده شاهدناه في دول غربية كبرى في أثناء الحرب العالمية الثانية، تمام. بدأ يحصل نوع من التضامن والتضافر لمواجهة مثل هذه الأزمات. نتمنى أن يحدث هذا في مصر. طبعا حضرتك تبقى شريك لينا في المبادرة دي يا دكتور محمود، يا ريت. يسعدني يا أستاذ محمد، يسعدني. عايز برضو اتكلم في حاجة تانية، دور الإعلام في التوعية الصحيحة بقى، اللي هو مش، لا مش يا جماعة التزموا بالماسك، التزموا بالإجراءات الاحترازية. الدور الحقيقي للإعلام في تعريف المواطن بالمرض وكيفية الوقاية منه. أنا أعتقد إنه المنظومة الإعلامية من مارس 2020 ملتزمة بما يرد من وزارة الصحة، باعتبار وزارة الصحة هي الجهة الرسمية الوحيدة. وأعتقد إنه لا يجوز للإعلام أن يجتهد في مسائل محتاجة تخصص فني وتخصص طبي وتخصص مهني. وبالتالي أنا شايف الإعلام المصري بيسير حسب ما يعلن من وزارة الصحة، وأعتقد إن هذا هو الطريق ما هو ده الصحيح. يخلينا نتطرق لنقطة أخرى دكتور محمود. أنا أعتقد من وجهة نظري، لأن أنا عشت التجربة وحضرتك عارف مصداقية الأرقام من وزارة الصحة، لا أعتقد إنها صحيحة، أو ليهم مقاييس تانية في الأرقام اللي بيعلنوها. لأن أنا وزيرة الصحة يا أستاذ محمد أعلنت هذا الكلام وقالت إن إحنا النسبة المعلنة ليست كاملة، لأنك أنت عارف إحنا مجتمع في النهاية مجتمع نامي، مجتمع بسيط، ما إحناش مجتمع متقدم نستطيع رصد حالات الكورونا يوميا بدقة كاملة حسب ما هو متوفر من أجهزة وإمكانيات في الدول الغربية. تمام. إحنا عندنا الأرياف في معظمها تعالج مرضاها داخل البيوت، ويمكن ما بتروحش المستشفيات، ويمكن واحد بيمرض ياخد المرض ويتعب وما يعرفش ان هو كان تعبان وان هو كورونا. خد فعل. فالاعداد طبعا بلا شك انها اعداد كبيره. بشكر حضرتك يا دكتور محمود لمداخلتك معانا، وبشكرك بشكل شخصي لدعمك ليا ووقوفك معايا، وربنا يخليك يا دكتور محمود. تسلم يا جزيل. حضرتك أخ كبير وفاضل يعني. تسلم يا استاذ محمد، تحياتي ليك. شكرا يا فندم، شكرا.